هذا صوت الوضع الهجوميين، كل واحد طالع اشتباكات، استهداف الاسعاف، اسعاف شارد من السيارات، استهدف السياره، وهي الصحفيين كلياتهم على الناس اللي هون. الكل بخرب مع الذنب الارض. طول تمنيح امورك تمام؟ احنا خلصنا اللايف المفروض. ايش؟ لا يوجد معنا مدنيين ولا مقاومين ولا مسلحين، نحن صحفيون كلنا نرتدي الزي الواقع.